المزيد بينضم لينا عبر الهاتف الدكتور سيف الدين فرج استاذ التخطيط العمراني. بعد التحيه لك دكتور، ما الذي تعكسه هذه المتابعه الحكوميه المستمره للمشروعات المنفذه في قطاع السياحه والاثار وتطوير المناطق المحيطه بالمشروعات الاثريه المزمع ترميمها؟ مساء الخير. الاول المشروعات الاثريه المزمع ترميمها هي عباره عن قطعه من جمله طويله، بمعنى ان النسيج العمراني كله لابد ان يكون متجانس. احنا النهارده بنهتم بمنطقه اثريه لهدف سياحي لجذب السائح الاجنبي والسائح المصري، وكي تكون على درجة من الارتقاء العالي، وبالتالي لابد أن تكون هذه المنطقة هي منطقة محدودة، لكن لابد أن تكون المناطق المجاورة لها أيضا على نفس الدرجة من الاهتمام عشان يبقى النسيج العمراني كله متجانس. لكن الاهتمام بجزء صغير وهو الجزء الأثري اللي هو الهدف لن يعطي المردود السليم، لكن الاهتمام هتكون الصوره ناقصه. يعني يجب انه كل ما يحيط باي منطقه اثريه يرمم، لان هو بيعتبر جزء من هذه المنطقه الاثريه. بالظبط زي ما عملنا في شارع المعز. ايوه شارع المعز لما اتعمل المنطقه اللي حواليه كلها تم الاهتمام بيها، وبالتالي ايضا تحول المواطن اللي بيقطن نفس المكان ده إلى أن هو مستفيد استفادة مباشرة من هذه المشروعات، وبالتالي أصبح هو حارس عليها، أصبح هو بيخاف عليها وبيحافظ عليها وبتقوي الاجتماع عنده، لأن أصبحت دي هي مصدر رزق للمنطقة ومصدر كمان بيتم إعادة إحياء للمنطقة كلها، يعني على حتى مستويات اقتصادية واجتماعية. بالظبط كده، عشان نفس المواطن يحس بانتماء بالمنطقة كلها، يعني هي منطقة كلها هو حاسس ان دي بلده وانه لازم يحافظ عليها، لان ده الدخل بتاعه وده الاقتصاد القومي بتاعه، في الاخر بيمسه هو. طيب يعني ايضا عندما يعني يتم التفكير في الارتقاء وتطوير المناطق المحيطة بالمناطق الأثرية، بالتأكيد طبعا بيراعى أيضا عند الترميم وإحياء هذه المناطق أنها تكون متناسبة ومتشابهة بالأثر التاريخي اللي موجود. طبعا، لأن كل منطقة لها طراز معماري معين. أيوه الطراز عبارة عن مفردات معمارية بتتكرر في نفس الواجهة وفي نفس البلاد في نفس المنطقة الأفقي، فلما بيتم الحفاظ على منطقه لابد ان يبقى كل المنطقه ليها نفس الطراز، وبالتالي لما بنيجي نرمم بنرمم وبنرجع الشيء لاصله عشان ما تبقاش في حاجه نشاز، يبقى كلها المنطقه كلها لها نفس الطراز. طيب يعني هذا المشروع ازاي هيفيد السياحه الوافده الى مصر يا دكتور سيف؟ هي يكفي ان هذه المناطق سوف توضع على الخريطة للسائح. النهاردة السائح لما بيجي منطقة الحسين لازم يزور شارع المعز، لازم ينزل القاهرة التاريخية، لازم يروح القاهرة الفاطمية، بتبقى موجودة في خط سير وعلى الخريطة السياحية. فبدل ما السائح كان بيجي يقعد في القاهرة هنا 3 أيام، ممكن يجي لما يعمل هذه المزارات، ممكن بدل ما تبقى المده بتاعته في القاهره 3 أيام، ممكن تبقى المده بتاعته 7 أيام، وبالتالي الاقتصاد القومي هيستفيد اكتر والدوله هتستفيد اكتر ونفس المواطن كمان المصري هيستفيد اكتر. صحيح صحيح، انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور سيف الدين فرج استاذ التخطيط العمراني.